إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم. نحن اليوم 9 يوليو 2021، وسأقوم بتحليل البيتكوين. ولكن قبل البدء أتمنى منكم أن تشتركوا في قناة التليجرام المجانية، ستجدون الروابط أسفل في التعليقات وفي الوصف، صندوق الوصف. في هذه القناة نضع فيها عروضنا لدوراتنا التدريبية، نضع فيها فيديوهات التي نضع في اليوتيوب نقوم بإعلامكم بوجودها، وكذلك نضع فيها آراء المستفيدين من دوراتنا صوت وصورة حتى تعرفوا قوة دوراتنا التدريبية. كل من قام بالدورة وأرسل لنا شهادته نضعها في هذه القناة المجانية حتى تتعرفوا على يعني قيمة و the quality لدورتنا التدريبية، أو لا أدري باللغة العربية the quality la qualité، لنقل قيمة دورتنا التدريبية. لا تنسوا أن تحملوا الكتب الموجودة في الموقع beprowavetrader.com، فقط تضغط على إبدال مجانا وتحمل مثلا كتاب الدليل الأساسي للشموع اليابانية، تضع إيميلك الخاص هنا، يكون إيميل يعني شغال، ثم بعد ذلك تحصل على الكتاب مجانا. التداول هنا خطيرة، يمكن أن تخسروا أموالكم، لذلك هذه القناة ذات مغزى تثقيفي وتعليمي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تامة عن قراراتك. البيتكوين اليوم لازلنا في هذه المنطقة، لاحظوا كم من أسبوع ونحن في هذه المنطقة. إذا كنت لا تعرف التداول ودخلت في هذه المناطق يعني ستخسر أموالا كثيرة، والحمد لله نحن ربحنا في البيتكوين هنا، ربحنا في البيتكوين هنا، ربحنا في البيتكوين هنا، وربحنا في البيتكوين هنا، ربما كانت خسارة بسيطة هنا. والآن قلنا نتوقف عن تداول البيتكوين لأننا لا نعرف ما الذي يحدث. لاحظوا هذه الموجة كيف هي، أرى أنها تصحيحية، تلاحظون أرى أنها تصحيحية، وقد ينزل البيتكوين ثم يصعد. لذلك ما هو يجب أن أحلل؟ يجب أن أحلل هذه المنطقة يجب أن أحللها، وسأستعمل التحليل الموجي لتحليل التصحيح بدقة متناهية أصدقائي. التحليل الموجي، لا تنسوا أن بالبرايس أكشن قلنا أنه الذي هاته الموجة، دخل البيج بوي هنا وهاته الموجة قوية، توقف عن البيع هنا، نريد ظهور مشترين. هل ظهر مشترون؟ لا، ما دام ليس لديك هاير هايز ولور لوز، هاير هايز ولور هايز، يعني هاير هايز ولور هايز، يعني يبدأ لدينا اتجاه صاعد يعني يظهر مشترون، لن نقول أن هناك مشتري، بالتالي الحديث السلام يظهر مشترون، لذلك لازلنا في التصحيح. طيب قلنا أنه إذا ظهر مشترون سنبحث عن البيع من هذه المناطق إذا كان هناك نطاق ونقص في الزخم إلى أسفل. لا أريد أن أعيد عليكم الأمور لأننا رأيناها، وإذا شاهدتم الفيديوهات ستجدونها. طيب 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 جميل جدا. الآن أريد أن أحلل هذه المنطقة، لاحظوا معي. يفترض إذا كان مثلا البيتكوين سينزل، إذا كانت هذه أول موجة دافعة، يفترض أن لا تكون لدينا هذه موجة دافعة وهذه موجة دافعة وهذه موجة دافعة هذه موجة دافعة هذه موجة دافعة وهذه موجة دافعة. لا يفترض في تصحيح أن تكون هناك موجة دافعة. إذا اعتبرنا أن هذه هي موجتنا الدافعة، يعني وراء كل موجة دافعة يجب أن يكون هناك تصحيح. طيب أنا أرى أن هذا تصحيح، ولكن لازلت لم أحصل على تلك الموجة التصحيحية التي ستفك لي لغز هذه الموجة. ما دمت لم أحصل عليها لن أدخل في أي صفقة في البيتكوين. طيب نفترض أنه كان هذا هو التصحيح. لاحظوا، نفترض أنه كان هذا هو التصحيح، يعني لدي موجة دافعة، سأنتظر موجة دافعة هنا، وبالتالي هنا ستكون هذه هي موجتي التصحيحية رانين فلات، ثم ينزل السعر، وبالتالي هذه كلها ستكون هي موجتي التصحيحية. جميل جدا، سأنتظر صعوده ليكسر القمة. جميل، أنا أعطيكم سيناريو من السيناريوهات التي قد نبحث عنها. إذا كسر القمة فهذا يعني أنه سيعطينا هذه الموجة في المستقبل. نظرية التقفيل أصدقائي، نظرية التقفيل، ثم بعد ذلك سنحصل على هذه الموجة هنا وهنا في هذه المنطقة، سأبحث عن البيع، سأتأكد من أن هذه هي الموجة الدافعة. هل هناك سيناريو آخر؟ لحد الساعة لا أرى أي سيناريو آخر غير هذا السيناريو، أن يكون هذا تصحيح كبير للنزول لمرة أخيرة. بالتالي إذا حصل هذا السيناريو سأبحث عن البيع من هنا للمرة الأولى، إذا كان لدي نطاق وبيج بوي دخل،
سأبحث عن الشراء من هنا إذا كان لدي نطاق وبيج بوي داخل ونقص في زخم هذه الموجة، وسأبحث عن البيع هنا إذا كان لدي بيج بوي داخل يعني يحضر انطلاقا من النطاق، ثم سأدخل إلى هذا النطاق إلى كسر هذا القاع فقط، إلى كسر هذا القاع فقط، إلى كسر هذا القاع. لأننا في 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 فريم اليوم لا تنسوا نبحث عن موجة دافعة، أو عفوا نبحث عن تصحيح، آسف نبحث عن تصحيح، لأن هذه هي الموجة الأولى للتصحيح وتكون هي الموجة الدافعة، بالتالي الموجة الثانية للتصحيح ستكون موجة تصحيحية، لأن موجتنا الأساسية هي هذه، هذه هي موجة الدافعة الأساسية. أوكي تلاحظون؟ بالتالي الآن هذا هو أول احتمال لدي. طيب نفترض أن البيتكوين نزل من هنا وكسر هذا القاع، هل سأدخل في صفقات؟ لا، لا أستطيع الدخول في صفقات، مستحيل. سأنتظر أن يكسر هذا القاع، بالتالي سأقول أوكي، إذن هذا هو، هذا هو الموجة التصحيحية، هو هذا هو التصحيح بالنسبة لي، هذا هو التصحيح وقد انتهى وكسر، بالتالي أريد نقصا في زخميات الموجة ثم نطاق على فريم الساعة والأربع ساعات، ثم كسر لهذا النطاق بقوة يعني دخول بيج بوي، وأخذ هذا المومنتوم إلى أين؟ إلى هنا، إلى هنا، إلى هذه المنطقة. ولكن يجب أن تعرفوا أن هذه الموجة ستكون تصحيحية، بالتالي تدخل وتخرج بسرعة، لا يمكن أن تبقى في هذا التصحيح، تدخل تأخذ موجة دافعة وتخرج، تدخل تخرج تأخذ موجة دافعة وتخرج، تدخل تخرج تأخذ موجة دافعة وتدخل، لأنه في أي لحظة بوم سينزل السعر. أوكي أصدقائي، أنا أعطيتكم أسرار كثيرة فقط في هذا التحليل، هذه حصة ربما ستستفيدون منها كثيرا، خصوصا نظرية التقفيل في موجة إليوت وتحليل الموجي، هذه النظرية غير موجودة في أي مكان، هذه نظرية قناة العلم لا يعرفوا الكذب. أن أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الحصص التي أضع لكم. لا تنسوا أننا يعني لدينا دورات تدريبية لمن أراد الاستفادة، ما علي إلا أن يتصل بنا عبر تليجرام، هذا هو الرابط، تتحدثون معي مباشرة، أنا الذي أجاوب مباشرة، من كانت لديه استشارة تحدث معي مباشرة، من كان يريد الاشتراك في قناة الخاصة للبيتكوين للتحليلات اليومية، ليست توصيات، تحليلات يومية مثل هذه التحليلات، كذلك هناك قناة خاصة إن شاء الله سنقوم بفتحها إذا وصل لي الأعداد المطلوبة للذهب واليورو دولار كذلك، يعني لدينا مجموعة خاصة للبيتكوين، مجموعة خاصة للذهب واليورو دولار، من كان يريد الدخول معنا هي فقط ب 9.99 يورو للشهر أصدقائي، من كان يرغب يرسل لي إيميله على هذا الرابط، من كان يرغب في دوراتنا التدريبية كذلك وهي الأفضل بالنسبة لنا، هذا هو الرابط. أترككم مع هذه الشهادة أصدقائي لصديق أو لأخ أو لطالب عندي استفاد من دورتي في التحليل الموجي، وأراكم في درس جديد وفي تحليل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم إخواني أخواتي الأعزاء، أخوكم يوسف عشي من فرنسا، أريد أن أشارككم تجربتي في مجال التداول لتفادي بعض الأخطاء ولتعمل فائدة على الجميع إن شاء الله. وأود أن أوجه الشكر الجزيل إلى الأخ والأستاذ وسام أخزان على مجهودته الجبارة وعلى دورته التدريبية لتحليل الموجي وكذلك البرايس أكشن، لأنه مد فائدة ثمينة وذات قيمة كبيرة لا تقدر بثمن لاحتوائهم على الكثير والعديد من المعلومات والأجوبة على أسرار وألغاز فن التداول، بحيث غيرت وجهة نظري وتفكيري جذريا. من الرغم أني وكل ما درسته سابقا كان كله خاطئا، وقد بدأت الاهتمام بهذا المجال لمدة أكثر من عام منذ فترة أزمة كورونا وأزمة انهيار الاقتصاد العالمي، ولهذا توجهت لهذا السبب توجهت لهذا المجال من أجل كسب المال بسهولة. ولكن كما قال الأخ وسام، إنه مهنة خطيرة ويمكن أن تخسر أموالك من دون معرفة أو خبرة، وبالفعل خسرت أموال طائلة رغم أني استعنت بدورة تدريبية بايضة الثمن، وكذلك استعنت بالربو الألغوريتميك أوتوماتيك للتداول، وللأسف خسرت عدة صفقات، ففقدت الأمل وفقدت الثقة في نفسي وبدأت بالانسحاب، حتى صدفة ومؤخرا تعرفت على قناة العلم لا يعرف الكذب في اليوتيوب للأخ وسام،
الذي بفضله استعدت الأمل وثقة في نفسي مع الفهم التفصيلي والمنطقي للتداول الذي يمكن تعلمه بطريقة جد سهلة وبسيطة في متناول جميع كل المستويات، إما الجامعية أو الثانوية وحتى الابتدائية. وفي الأخير أنصح أيضا بالاشتراك الشهري للتوصيات للأشخاص المهتمين الذين لا يستطيعون اتباع جميع الأسواق، مثلا الفوركس أو العملات أو الأسهم أو المواد الأولية، وذلك بسبب أن لديهم وظائف عمل لا تسمح لهم التفرغ بالتداول في هذا المجال، ويسهل عليهم ربح صفقات وجني أموال إضافية. ونقول دائما إن الأرزاق بيد الله، فمن جد وجد ومن زرع حصد. السلام عليكم.